لا لحظة 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 عارف تبغى تروح. لا 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 السؤال المهم حسين عبد الغني بيقعد ولا بيروح؟ لأن شوف النصر راح فيتوريا راح جوليانو راح موسى راح حافي راح سويكت الدخيل راح ورجع ويمكن يروح. السؤال حسين بيقعد ولا بيروح؟ خاف يرفع على شكوى نفسه العبد. يا اخي انا اسال سؤال، انت الحين عندك معلومه؟ انا ما ادري. لا والله ما تتوقع؟ انا ما ادري. انا خاف. طيب السؤالين اللي عندنا قبل الفاصل عشان بنروح الفاصل وبنروح على مباريات اليوم. القضيه اعتقد كذا واضحه، فيها حاجتين مش واضحه بالنسبه لي. من هو العضو اللي يتقدم بشكوى؟ وحسين قاعد ولا رايح؟ اي ترى ما عندي معلومه، لا احد يحسب السؤال اني انا يعني خلينا كذا بالتعبير الدارج اني اجيبها من وراء التريلات. ترى ما عندي معلومه، سؤال بس، حسين قاعد ولا رايح؟ لا واللي يثير عندك كلام بتقول. لا اللي يثير التساؤلات انه امس ما كان موجود على في الدكه حسب ما سمعت، يعني امس ما كان موجود في المباراه كمان. اي هذا حق. انا والله سمعت انا واللي سمعت انا انه عنده مشكله في الاسنان كان عند راس. طيب سؤالي عن حسين، سؤالي عن حسين ليس مبني على اي معلومه رئيس عشان لا احد ينقل على تويتر الحين على لساني كلام. سؤالي عن حسين ليس مبني على اي معلومه كي. فقط اتساءل هل حسين قاعد ولا رايح؟ لانه واضح ان النصر كل اللي فيه راحوا، ما بقى من النصر حق بدايه الموسم للحين الظاهر الا حمد الله هو مرسول بارك ولا كل شيء في النصر راح. حنروح للفاصل، بعد الفاصل نعود واستعد الحديث في البرنامج.